مشاهدينا مرحبا بكم في حصة جديدة من خبايا بمبريم. طوال الحصة تاع اليوم راح تكونوا فقط برفقتي. اليوم نجوى نكشة، راح نقدم لكم ثلاث وصفات اللي هي عبارة عن لاباتيسري، أي حنا نعملوا اليوم لي غولي سيترون ولي فريز ولي شوكولا، كما نقول لهم بالإنجليزي سويس رول، ولا بالعربي بسكويت ملفوف. إذن بسكويت ملفوف ليمون، بسكويت ملفوف شوكولا، وبسكويت ملفوف بالفريزة. تبعوا معايا. إذن احنا نعطيكم المقادير، تبعوا معايا. احنا نعمل بسكوي، اكيد البسكوي اللي احنا نعملو اليوم البسكوي الملفوف او لو بسكوي غولي او البسكوي غولاد، يعني هاد الاسماوات ينطبقوا على البسكوي اللي احنا نعملوه اليوم. راح نبداو بالوصفه تاع البسكوي غولي او البسكويت الملفوف. نعطيكم مباشره، عندي 6 حبات بيض، نسحق الصفار والبياض، كذلك عندي 150 غرام فرينه، 150 غرام سكر عادي، نحتاج الى شويه عطر فانيلا وقرصه ملح. نعاود 6 حبات بيض كما قلت لكم، راح نحي الصفر وحده والبياض وحده. اذا كما راكم تشوفوا هنا السكر، راح نوزن السكر مع بعض. السكر قلنا 150 غرام، واش راح ندير؟ راح نعمل 110 غرام مع الصفر، وراح نعمل 40 غرام اللي باقيه مع البياض. تبعتوا مليح معايا. ومن بعد تقعد لنا 150 غرام فرينه نضيفها في الاخير مع عطر فانيلا وقرصه ملح. اذا مباشره راكم تشوفوا هذا البسكويت بزاف سهله. راح ناخذ هذا الغيسيبيون، نحط فيه البياض مع قلنا كميه 40 غرام سكر، مع ليا غير الوزل. وعلاش دي فوا نديرو هاد العمليه هادية تاع نقسمو السكر و اون سيبار البيض من الصفر؟ هادي فيها حكمه، فيها فائده وتكنيك. بسم الله خليه يطلع. الصفار هكذا، ونضيف له قلنا 110 غرام سكر، يعني اكثر سكر مع الصفار. فوالا، ناخذ الخلاط الكهربائي ونبدا نخلط مباشره، ما نخليش السكر مع الصفار. بسم الله، دونك راح نخلط حتى نتحصل على اون موس كريمه، تكون ماشي صفراء، تكون اصفر يعني فاتح، راح يدوب لي السكر مع صفر البيض. لكن ما عندكمش الخلاط الكهربائي اكيد راح نبداو بالصفار، نخلطو بالباتور الصفار مع السكر، ومن بعدك نروحو نطلعو بيض بيض كذلك مع السكر. راح نسخنو الفرن 180 درجه. اللي ما عندهاش يعني الرقم تاع 180 نقدر نقولها الفوغ تاعك لازم يكون سخون مليح، ما لازمش الفوغ تاعنا يكون بارد، لانه هذا النوع تاع البسكوي لا كان شفلي في الفرن ويبسلي ما نقدرش نلفو. هذا البسكوي الملفوف لازم يقعد كي القطن، يكون يعني طايب مليح بصح ماشي يعني ما يكونش خضر اكيد. فوالا، نروح نضفي على بيتخان ديالي. هنا ما استعملتش لا فيتاسا ماكسيموم، هنا استعملت سرعه يعني متوسطه تقريبا في البيتخان تاعي. هنا راه حتى ل 10 استعملت حتى ل 6 فقط.
دونك ما ديروش بزاف سرعه. نحطه هنا فوالا. اليوم مايش معايا نجوى، اكيد اليوم ما راحش نحط الماعن بزاف. نوجد لها تحيه، نقولها خصيتيني يعني في البدايه برك خصيتيني. اذا واش راح ندير؟ احنا ندخل الفرينه اللي قلت نحط معها قليل من عطر الفانيلا، كميه قليله، قرصه ملح هكذا، فوالا جاست لي كامل بيان. واش راح ندير؟ ناخذ كميه من هنا ونخلطها كيما راكو تشوفوا، ما نروحش ديليكات، ما نخلطها مليح. دونك راح نضيف بشويه كيما راكو تشوفوا، فوالا سي بون. هنا نبدا نخلط ديليكاتمون كيما تشوفوا، من تحت الفوق، بصح ديليكاتمون، بصح كمان ما راح ندخل البياض مليح. تري امبورطون على بالكم هذا البسكوي كي ينجح لكم، لنجح البسكوي بدون كريمه راح يجينا الملفوف تاعنا يعني شباب. قبل ما نقول بنين حنقول شباب. كي تنجحوا في البسكوي يجيكم بسكوي خفيف هايل، يتلف مليح، خلاص نصف لاغوسيت راهي ناجحه. هو يعتبر البسكوي يعني يبان سهل، بصح ماشي كثير اللي ينجحوا فيها، كثير اللي كيديروا ليه وه بيان سور راح يتكسر لهم. جيب صينيه فوالا كيما راكو تشوفوا، نحط فيها نصف الكميه تاع البسكوي ديالي، نصف، والكميه الاخرى نضيفها من بعد. هذه الكميه اللي مديتها لكم لان احنا نعمل بها قلنا بسكوي غولي شوكولا وبسكوي غولي يعني بالليمون وبالفريزه. اون سباتول ونبدا نمشي كيما راكو تشوفوا بسكوي. فوالا نروح بشويه، دي فوا ميم كي يقعدوا شويه لي بتي غريمو تاع البياض بيض ما يهمش، باسكو جو في لي زيكرازي ويدخلوا لي داخل لو ميلونج تاع البسكوي ديالي. اذا الفرن تاعي، الفور تاعي راه سخن لي، ندخلهم مباشره. هنا باش جون فورن لو دوزيام بسكوي ما فيش حرج، حتى يطيب لي هدايا ونقدر يعني نطيب لو دوزيام بسكوي يعني لا دوزيام ماس هذه. الان واش راح نعمل؟ البسكوي تاعي راح يطيب، راح نوجد الكريمات. نبدا بكريمه الشوكولا. الشوكولا نعطيكم المقادير اللي راكم تشوفوا فيهم هنايا. هنا عندي تقريبا 200 غرام شوكولا بالحليب وشوكولا سوداء. هنا لو ميلونج هذايا المزيج انا درتو، نقدر نستعمل 200 غرام شوكولا سوداء ولا نقدر نستعمل 200 غرام شوكولا بالحليب. نحتاج كذلك الى صفارين، صفار بيضتين، ونحتاج الى 80 غرام سكر غلاسي او سكر ناعم، كذلك نحتاج الى 100 غرام زبده راهي هنايا، ونحتاج 200 غرام
كريم فريش، هذه اللي نطلعها اون كريم فويتي، معناتها حنطلعها بالباتور بدون ما نضيف لها السكر. نعاود، قلنا 200 غرام شوكولا سوداء، قلنا 2 صفار بيض، 80 غرام سكر ناعم، 200 غرام كريم فريش اللي نطلعها اون فويتي، و100 غرام زبده. اذا واش راح ندير؟ راح ندوب مباشره الشوكولا. لا كريم فريش نحطها هنا، نعاود نرجعها للثلاجه، على بالكم ما نخلوهاش هكذا يعني في تكون جهه سخونه، من الاحسن نخليها في الثلاجه. نجبدها مباشره نطلعها بالباتور ولا بالبيتخان، قلنا بدون سكر. انا كنت طلعت راي في الثلاجه الكميه تاع 200 غرام، ومن بعد نجبدها باش نخلطها مع المزيج ديالي. اذا راح نحطها في الثلاجه، ونجبد اللي كنت طلعتها. انا طلعت كميه كبيره بما انه نسحقه من بعد. نوزن 200 غرام ونضيفها مع الميلونج تاعي. اذا هنا ناخذ ان ريسيبيون، راح هذا السكر اللي قلت لكم السكر ناعم مع صفار بيضتين نخلطهم بالباتور. نحط هنا، اذا صفار بيضتين، نحط معه السكر، ويلا بسم الله. نخلط فيتاس اون اكيد باش ما هكذا ما السكر ما يعمرليش الدنيا في البلان طرافاي تاعي، في المطبخ تاعي. نروح بشويه هنا، تفادوا ما تعملوش السكر العادي، لانه السكر العادي دي فوا كي ما نكونش يعني مخلطاته مليح بالباتور ولا بالبيترا حيقعد يعني قرمش تحت الضرس ديالي، وفي لاموس سا صغار ديزاغياب، معناتها راح تكون لاموس تاعي ماشي ملساء، يكون فيها هذاك السكر. ما تغلطوش استعملوا السكر الناعم. فوالا تري بيان. الشوكولا رانا نشوفوا باللي في الحواف بدات تذوب، دوك نجيب نخلطها. تبع معايا مليحه، شوفوا هنا الشوكولا تاعي بدات تذوب. جو روتير دو فو، راح نحيها من الفرن من النار. تبع معايا مليح، تكمل تذوب hors du feu. نسيت حاجه، نسيت حاجه، قلت لكم 100 غرام تاع زبده، راح نوزن 100 غرام تاع زبده او مارغارين ونضيفها مع الشوكولا، من الاحسن ندوبها. يعني ما حش ندوب شوكولا ومن بعدك ندوب لا مارغارين، من الاحسن ندوبهم الاثنين. نعاود نرجعها، نوزن على الخفيف فوالا. بما انه هنا راهي موجوده 100 غرام ديراكتومون راح نقسمها فوالا. اذا هذه الكميه راح نضيفها، نحب شويه متماسكه، ونضيفها للشوكولا هكذا، ونخلطها. اذا نخلط مليح كما راكو تشوفوا، يدوب هنا سي بون. دابنا لو ميلونج، دونك هنا عندي
ثلاث مكونات مع بعض. نكمل نحرك مليح باش هذوك الحبيبات تاع اللي قعدوا لي تاع الزبده يزيدوا يذوبوا مليح. اون بليس شفتوا لو ميلونج هذا بور شوكولا ولا لي فلويد، معناتها سائل مليح. فوالا جو فيرس هاد الشوكولا هنا كيما راكم تشوفوا. فوالا ونخلط مليح القوام الاول مع القوام الثاني كيما راكم تشوفوا. دونك هنا جو فويت، نتاكد مليح ملي الشوكولا دخل مليح مع الشوكولا والزبده والبيض والسكر. فوالا رائحه شهيه. راح نضيف مقدار 200، على بالكم انا كلش بالحسابه. ميتين فوالا تري بيان. اذا هنا نبدا نخلط هكذا بشويه لاموس. اذا نخلط بشويه هكذا كما راكم تشوفوا. هنا الذوق يختلف من الشوكولا السوداء للشوكولا بالحليب. الشوكولا بالحليب كاين الناس اللي يحبوا شويه السكر يديروا شوكولا بالحليب، اللي ما تحبش كثير السكر تحبش هذاك وتحب لو غو تاع الشوكولا تري فور، ما عليها غير دير الشوكولا السوداء. فوالا دونك هاد لاموس انايا ماحش نخدم بها دوكا ديراكتومون. واش راح نعمل؟ راح نخليها في الثلاجة حتى تشد روحها مليح باش نقدر نحطها جليطال في البسكوي وغولي ديالي. فوالا راح نعملها بابي فيلم. هذه كملت بها، من بعد راح نحتاجها نخليها هنا نحطها بابي فيلم. نفس الشيء مع هذه. نروح نعمل كريمة الليمون. على بالي بلي لا نوستالجي تاع زمان كريمة الليمون كتير كتير من الناس اللي يحبوا لو بيسكوي غولي و سيترون. دونك هكذا هنا ما بيناتنا يعني مشاهدينا ما بيناتنا، هاد لاموس وشوكولا حبيتو ما نديرها دون دي بتي غامكان ولا فيغيد ولا وتاكلوها، ديروا لها شباح بالملعقه بالشوكولا وتاكلوها بالملعقه هايله ثانيه. كذلك قلنا نغطيو لا كريم تاعنا لا كريم فويتي هذه، نحطهم في الثلاجه ومن بعد نعاونوا ليها. اذا هنا مباشرة راح نعمل لا كريم او سيترون. لا كريم او سيترون واش عندنا؟ عندنا كمية تاع 150 غرام من عصير ليمون، راكم تشوفوا فيها هنا شوية مايزينا، وعندنا صفر بيض، ونحتاج إلى كمية من السكر. دوكا الآن نعطيكم المقادير بدقة. عندي كريمة ليمون هذه سبيسيال غولي، سبيسيال اللي نحطوها في الملفوف البسكوي الملفوف تاعنا. عندي 150 غرام من عصير ليمون، نوزنو ديراكتومون 150 غرام من عصير الليمون. عندي 50 غرام مايزينا، 50 غرام مايزينا او بودرة نشاء، فرينة نشاء. هنا نحتاج لربعة صفر بيض، نحتاج الى كمية من الماء تقريبا 200 غرام من الماء يكيفو ان فيغ، كاس تاع ماء متوسطة ماشي كبيرة. نحتاج الى 100 غرام تاع زبدة او مارغارين، ونحتاج 300 غرام سكر لانها كريمه ليمون، على بالكم الليمون يحتاج الى كميه من السكر. انا حناخذ ديريكتومون كاسرونه، مباشره ناخذ كاسرونه. واش راح نعمل فيها؟ نحط فيها عصير ليمون، راح نعمرها بالماء، قلنا تقريبا 200 غرام تاع ماء.
هالك نحط فيها 4 صفر بيض، ناخذ الفوي، ناخذ امتي فوي هكذا، راح نوزن 300 غرام سكر مباشرة هنايا. فوالا بيان. اذا نحرك السكر ونضيف المايزينا، نحرك مليح، كلش بارد في بارد، ونطيبها على نار. يعني مام هاد الكريمه من بعد لكان طيبتها وجاوني فيها لي غروبو كما نقولوا حنايا، نقدر نحكم لو بغا ميكسور ونميكسيها باش نرجعها ملساء، ما كاش حارج. اذا راح نطيبها فوق النار، فوالا نحط قدامي الفوي، نوزن قلنا 100 غرام ولا بلا ما نوزنها نروح ديراكتومون نقطع 100 غرام. هاليك هنا نقطع هذه بتي مورسو كيما عملت في كريمه في لاموس وشوكولا بلوتو. اليوم كي راني وحدي راني حسب اللي عندي الخدمه بزاف، ما فنجوا تعاوني. اذا هنا نخليها هذه دو كوتي، ومن بعد راح نضيفها، نجيب ملعقه ثاني كبيره ونحرك حتى تطيب لي هذه الكريمه. هذه كريمه يعني او ناتوريل، هكذا يعني طبيعيه. هذا راجع لصفر بيض، فوالا عقدت لا كريم، شفتوا كيفاش عقدت؟ شوفوا راح نضيف لها الكميه تاع الزبده، فوالا ونخليها تذوب مليح لداخل. كي تبرد على بالكم دوك الشغله يتبان شفافه، كي تبرد تولي تبان كريمه، شكلها وكريمي، راح تبيض شويه في الثلاجه. فوالا نحطها في غير نخليها هكذايا، نحط لها بابي فيلم باش وعلاش ما تربيليش الكوش هكذايا قشره تكون يابسه. نخليها تبرد شويه ومن بعدك نحطها في الثلاجه. احنا نقول لكم نروحوا فاصل نعاودوا نتلاقاو ونديروا الكريمه فريزه مع بعض. عدنا لكم مشاهدينا، كنت قلت لكم قبل فاصل نعملوا كريمه الفراوله. اذا لا كريم كريمه الفراوله اللي هي كريم موسلين فريز، كريم موسلين فريز. كريم موسلين عباره عن ماذا؟ عباره عن كريمه باتيسيير، كريم باتيسيير نضيفوا لها كميه من الزبده. هنا عندي نعطيكم مقدار تاع لا كريم باتيسيير اللي كنت يعني قدمتها في الحصص السابقه عده مرات، معليش نعاود نعطيها لكم. هي عباره عن نص ريتل حليب، 4 صفار بيض، 120 غرام سكر، و60 غرام مايزينا. نعاود لكم الكريمه اللي قلنا هي عباره عن نص ريتل حليب، 1 ملي تخدولي، 4 صفار بيض، 120 غرام سكر،
و 60 غرام مايزينا. هنا العطر تاع الاخر الكريمه تاعي راح نستعمل هذا العطر اللي هو عباره عن بات فريز، يعني او ميم طون عنده اللون وعنده الذوق راح نستعمله. الكريمه كنت طيبتها وحطيتها في البيترا راهي تبرد، كنت ندور عليها يعني خليتها تبرد. الان راح نضيف الكميه تقريبا 150 غرام تاع زبده، 150 غرام تاع زبده. هنا اون كريم موسلين بصح ما كثرتلهاش بزاف زبده، ممكن اني نزيد كميه تاع الزبده او المارغرين، لكن من الاحسن حبيت نديرها شويه خفيفه في الغولة ديالي. اكيد راح نتفادى يعني كميه كبيره تاع الزبده، قلنا تقريبا 150 غرام هاي. هنا نقطعها دي بتي مورسو كيما راكم تشوفوا هكذا، هنا لكان الزبده تاعي كانت يابسه بزاف راح ندير ان كريماج، يعني ندورها شويه في البيتران ولا في الباتور باش نضيفها الكريمه باش ما يقعدوليش دي غريمو في الكريمه تاعي. هنا الكريمه راهي شويه تياد، نقولوا شويه دافيه فقط، شويه دافيه رايحه بارده ما راهيش سخونه باش ما تدوبليش فيها هذه الزبده تاعي اللي حنستعملها. فوالا دونك هنا ناخذ ان ريسيبيون نحط فيه الكميه تاع الزبدة اللي قطعتها، اون ماغيز، ونضيفها، نروح بشوية، فيتاس اون، بسم الله، نضيف ملعقة قهوة ونزيد السرعة ونخليها تتخلط لي مليح. هنا لو غولي تاعي راح نعمل لاموس اللي عملناها مع بعض فيه، فوالا هنا يجيني ان بيسكوي يعني غولي بلاموس شوكولا عوض كريمه زبده شوكولا، يجيني اخف اخف هايل يجيني. جوي غولي بيسكوي ديالي فوالا فوالا، شوفوا تحصلت على ان بيسكوي غولي. واش راح ندير؟ ناخذ هذا البابيي ونلفه مليح هكذا، نغلق الغولي تاعي ونحطه في الثلاجه كما راكم تشوفوا. هنا بيان سور لا باس تاعو راهي هنا، دونك نخليه هكذايا، نحطه من الاحسن دون دو فيلم اليمونتير. شوفوني كيفاش راح نعمل هكذا، نتاكد باللي الغولي تاعي راح يقعد بيان غولي. فوالا قلنا لا باز راهي هنا، دونك انا واش راح نعمل، ناخذ سيزو قص هكذا، نلف مليح سي كوم ان كويزين هكذايا، لانه هنا اكيد راح ربت بيت هي اللي تعمل لي هذا لو بيسكوي اكثر من واحد بروفيسيونيل. دونك هنا عندي لا فيرموتور لتحت، دونك نحط البيسكوي تاعي هكذا ونحطه في الثلاجه في الكونجيلاتور باش يشد روحه كيما راكم تشوفوا هنايا. دوكا نروح البيسكوي الثاني
موس شوكولا كملت بها. الان نروح نطفي على الكريمه. خلاص عندي كريمه اخرى اللي حطيتها من قبل في الثلاجه وريحت شويه، هنا راهي كريمه بارده ساعدني تاني في يعني في الخدمه ديالي. دونك هنا راح نعمل انكوش طبقه هكذا ملاكريم موسلين. فوالا نزيد شويه، ما كترش لاكريم اكيد. فوالا اون فين كوش. فوالا واش راح نعمل كذلك لا فريز بيسك سي ان فريزي بلوتو ان رولي ا لا فريز. هكذا هكذا يا شوفوني فوالا، نعاود ندير كيما نفس الشيء كيما الاخر ونعاود نحطو في الثلاجه كذلك. هادو بالنسبه لي غولي ندير له بابي فيم ونخبيه. نروح للاخير اللي هو عباره عن سيترون. نغسل لاسباتول تاعي فوالا سيترون. هنا سيترون حبيت نديرو هكذا اوليو بيسكوي غولي كبير، راح نديرو تاع زمان لي جايين شويه صغار. اذا واش راح ندير، جوفي ايتالي لا كريم او سيترون هكذا، ما نكثرش بزاف باسكو لو سيترون لي فور لهنايا، المذاق شويه قوي هكذا. انا جات فريزه في الوسط، راح نلف بشويه سي باش ما نكسرش البسكويت تاعي. فوالا فوالا هنا نشوف اللفه شحال فيها ونقسم البسكوي كما راكم تشوفوا هكذا. دونك هنا راح نتحصل على ان بوتي بسكوي غولي، وممكن نحطو بهاد لا فاس هذه. بما انه هنا جوفي با امبيبي، هنا شوفوا لا كريم جايه ديجا شويه متلوقه شويه، معناتها سي اون كريم ديجا اوميد، هي تعطي لوميديتي البسكويت تاعي هذايا. فوالا انا كنت عملت هكذا دي غولي خليتهم في الثلاجه ومن بعد نجبدهم قدامكم وتشوفوا. فوالا هكذا. اذا هنا برومي غولي دوزيام غولي راح ندير لهم نفس الشيء كيما هكذا. هنا اللي حبت تسقي البسكويت تاعها تسقيها تسقيه يعني افيك ان سيرو ليجي سيتروني تقدروا. فوالا شوفوا كيفاش انا جو سي سور بلي لو غولي تاعي حيجيني شباب. من بعد هكذا نفس الشيء نعملو الاخير ونحطهم كامل في الثلاجه. هنا ممكن نعمل نوع اخر من البسكوي، ان بسكوي غولي يعني بشكل اخر.
فوالا نحيو هادو منايا. شوفوا كيفاش كما اللي درناه مع بعض. على بالكم لو باتيسي يخدم بزاف بالبارد بالثلاجة، يخدم بالفرن. شوفوا كيفاش هنا لي دو فاس نقدر نستعملهم، ماشي مشكل. هكذا جو كوب هنايا، فوالا هنا كذلك. هنا كاين انواع تاني من فكرت روحي بالمطبخ، انواع من يعني لي باتي وكلش يعملوهم هكذا. حنا نفس الشيء نعملوا هذا النوع من اللي غولي على هذا الشكل. هذا ناخذ موس ونبدا نقطع في الجنب هنايا، هنايا باش يبان لي لو غولي. شوفوا مليح ونعمل له السكر. دونك شفتوا لو غولي كيفاش، هذا سي ان بوتي غولي. نعمل له السكر ونقطعه من الاحسن. نجيب السكر واللي غولي هادو اللي عملناهم مع بعض تاع لا فريز اي تو، ممكن نعملهم ديكوراسيون بال لا كريم شانتيي، بودرة شانتيي نطلعها اون كريم. دونك هنا لو بودان هكذايا في الجنب، شكون ما يتفكرش هذا النوع تاع نزيدو منايا هكذا، نزيدو له من الفوق. نفس الشيء هذايا نديرو جينيروزمون باسكو من بعد كاين وين لو بيسكوي يمتص هذا السكر، ونقطعو ناخذ هكذا فوالا، نروح بشويه باش نقطع لو غولي لي بتي غولي. طعم الليمون نزيد هذا، نجيبه هنا ونقطعه اي فوالا. هنا كذلك عندي غولي فخاز نجيبه، عفوا غولي شوكولا. لو غولي شوكولا اللي كنا عملناه من قبل وزدت له هذوك، هذه لاموس اللي تقعد لنا نزيدوها له هنايا ونزيد نجيب نوع من الشوكولا سيحتها فوق هاد لو بابي. هاد لو بابي يعني متواجد في السوق، شوفوني هاد الشوكولا هادي. من بعد راح نعمل بها ديكور، حنقسمها هكذا ونعمل بها ديكور لو غولي ديالي. شوفوا نخيرها من الجهة هذه الملسة بغيونت فيها بارق، لكن برك شوفوا شحال تكون رقيقة، ما تكونش خشينة بزافة. إذا واش راح نعمل، ناخذ لاسباتول ديالي، نجيب شوية لاموس ونعاود نجوز لها هكذا بشوية ان بو دو موس. وعلاش؟ باش يلصقوا لي هادو القطع تاع الشوكولا فيها. فوالا اذا ناخذ قطع تاع الشوكولا
ونبدا نلصق فيهم هكذا عشوائيا هكذا با سبيسيالمون يعني لا سيميتري. نمسح يدي هنا، تكون لازم تكون مسوحه مليح لانه تقعدوا يقعدوا لي تراس تاع لي زومبرانت كيما نقولوا حنا تاع اليد. فوالا نعمرها حتى تخلص الشوكولا. وهنا كي تقسموها كذلك يعني ما تحيروش تقولوا كيفاش راح نقسموها، ولا تقسموها ثاني دي غوندال وكل واحد تعطوا له مرصو تاع الشوكولا تاعو. ميم طاح لكم في لاسيت تعاودوا ترفدوه وتحطوه في لاباغ تاع لاكوت. من السكر كذلك اي جو بو لو بريزونتي كيما حبيت انايا. فوالا راح نكمل الغولي تاعي اللي عملته تاع الفراوله. نعمل دي بتيت غوزاس بلا شانتيي بودر كيما قلت لكم، شويه فراوله ولا شويه فاكهه. واش عندنا في المطبخ تاعنا، واش عندنا في البيت، واش قضينا كذلك، نقول لكم نروحوا نتلاقاو بعد الفاصل. مشاهدينا لحقنا لنهايه الحصه، راكو تشوفوا لي غولي اللي عملناهم مع بعض انواع واشكال. هنا خدمنا مع بعض لو غولي او سيترون، كنت فكرتكم بالاعراس تاع زمان ويامات تاع زمان ومناسبات تاع زمان، اللي هو لو بيتي غولي او سيترون، يعني يتكل انديفيديوالمون على شكل يعني صغير لفرد. هنا نتناولوه بالشاي ولا بالليموناده لمالا. هنا راكو تشوفوا معنا ان غولي اللي عملناه مع بعض كذلك، حطينا فيه كريمه المسلين والفخاز ودورناه. هنا عملت اون توش دو ناباج، يعني قليل من ناباج مع الفواكه، راكم تشوفوا فواكه حمراء هنايا اللي زادت يعني منظر فيه. هنا كذلك عملت اون يعني بالغولي هذايا عملت اون جينواز على شكل شارلوت كما راكم تشوفوا هنايا، تبان خبزه لكن لو غولي تاعي لي انفيرسي كيما راكو تشوفوا هنا. عملت لها دي بتيت غوزاس بلا شونتي كيما قلنا مقبل. نروحو لو غولي او شوكولا. هنا عملت غولي بشوكولا بقطع الشوكولاته اللي شفناه مع بعض كذلك في الديكور، وكذلك انوت غولي هنا ما استعملتش الشوكولاته، استعملت دي غوزاس بالفاكهه. ممكن نعوض لي فرامبواز هادو بلا فريز لمالا، شويه لي ماكارون اللي تعرف دير لي ماكارون سينو يعني حاجه قليله اللي كاين في البيت ممكن نشبح بها. اذا هنا راكم تشوفوا يعني انواع واشكال من لي غولي، ان شاء الله يكونوا عجبوكم، واكيد يكونوا عجبوكم لانه المنظر والفواكه هادو كثير جميله. نقول لكم ان شاء الله تجربوهم لمالا، ونضرب لكم موعد في حصه مقبله ان شاء الله. دمتم بخير ومع السلامه.